السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير والجمعة مباركة عليكم جميعا يا رب، ويسعد ايامكم ويرزقكم من واسع. واتمنى بقى قبل ما اقول الفيديو بتاع النهارده اللي ما اشتركش في قناتي اشترك وتشجعوني ان شاء الله، واتمنى الانتساب ودعم قناتي عشان ان شاء الله نستمر معي. بعد ما اكلت زوق طيوري وزبطتهم كده ودلعتهم النهارده واكلتهم فضل الخير تبوقي كل الاكل الموجود، اي اكل عندك حطيه. الاكل كله عموما مغذي للطيور عشان بس نبقى متفقين. قال لقيت عندي بطايه وشها مورم زي كده، وشها مورم. طيب انا هعمل ايه بقى وعالجها ازاي؟ هو ده السر اللي احنا لازم نعرف نعالج بطيورنا ازاي علشان ما تروحيش بيطري ولا تروحي لحد. بس اهم حاجه لازم تكوني لابسه حاجه في ايدك، اي حاجه بقى، اي حاجه، يعني اللي ما عندوش الكرمز يلبس كيس، اي حاجه. المهم ما تعمليش اللي انا بقولك عليه بايدك. اول سر مثلا، على فكره كيس الملح ده في سر رهيب قوي. الملح مش بس هنستخدمه دلوقتي ان احنا هنعمل بيه اللي هنعمله البطايه وهنطهرها ونعقمها ونعمل لها كل اللازم، لا كمان ان الملح ده على فكره بيساعد على زياده التحفين من الميه عموما. للناس تفكر ان الميه ان الطير بيشرب ميه بس وخلاص بيروي عطشه، ابدا، الميه دي مغذيه جدا. حبذا لو حطيتي فيها معلقه ملح ونقطه خل على فكره مفيده جدا جدا جدا. اولا على فكره الملح ده، الميه بملح كمان بيساعد على زياده انتاج البيض، على فكره من الحاجات المهمه اللي احنا بنعملها للطيور. هقول لكم على حاجه، احنا بنربي من التجارب والاخطاء والحاجات اللي حصلت كلها في حياتنا، احنا بقينا خلاص استفدنا. فايه اللي ينفع للطيور بتاعتنا احنا بنعمله، وخلاص من الاخطاء بطلنا نعمل حاجات كتير. يعني اكيد كلنا كنا بنغلط. الملح، الميه بملح، مش ميه مالحه تروحي الكيس كله في لتر ميه تحطي معلقه، معلقه يعني، مش للناس تفكر انا بدلق كده، لا ده هي معلقه. ومعلقه شاي صغيره خل، الخل ده من الحاجات المفيده جدا. اللي كمان لازم تحطي ميه بخل قبل ما تذبحي العلقه الكيس بتاعتك دي مثلا قبلها بيومين. ليه بقى؟ هقول لك، لان الميه بخل بتمنع، بتسيح الدهون وبتطيق، بتطهر اللحم. تيجي تاكل اللحم كده تلاقيه قنبله، حاجه كده ما حصلتش. زائد انه مطهر وزائد انه مفيد عموما لصحه الطير، دي برده من الحاجات اللي المفروض تعمليها لتشوفك. اللهم صل عليك يا رب. هنعمل ايه بقى دلوقتي عشان ما اطولش عليكم؟ ادي الملح اهو. هنجيب هنا حبة مية بملح، مية بملح. طبعا انا معايا السرنجة. طيب اول حاجة هعملها، صلى على النبي اقرب لكم، اني هقعد اتكة هنا اهو. بصي انا بتك جامد ونزل المخاط اللي انت شايفاه بينزل ده، بصي بينزل اهو. ايوة ايوة جامد قوي كده، عودي نزلي نزلي، اتك بكل قوتك. بصي نزلته، انت فكرك ان انت تعبتيها، انت ريحتيها. ده انا لما اتك جامد قوي اتفكريش ان انت تعبتيها، اللي بالعكس انت بتريحيها عشان تبقي عارفة. لما زي ما بيكون الشهر بره وبعيد، حد عنده فراج ولا عنده جنبك فبياخد مضاد حيوي تمام، بس بيجي في الاخر يقول لك لازم تشيل الملقيحه دي لان دي هتخليه يفضل يرجع تاني او ينطر حبوب تاني. اه صح، احنا هنا بنعمل نفس القصه. انا ضغطت جامد، نزلت كل المخاط اللي هو هنا المتخزن في الحبايه الكبيره دي او في الدم او 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 او. طيب هاجي بقى بعد كده، هي كده مش هتحس بالراحه، اجيب بقى ميه بملح، ميه بملح اهي. طبعا اذا كنت خايفه ان الطير مش هيشرب ميه بملح حطي له بق، يعني تكون ماسكه البطايه كده وحاطه لها بقها عشان نطهر لو حاجه دخلت الحلق بتاعها، ودي هتبقى طبعا مشكله لو دخل مخاط الحلق بتاعها. هنعمل ازاي؟ اه مفيهاش اي مشكله، هي بلعت. طيب هجيب بقى عشان اطهر المكان،
شايفين في الخرمين اللي هم الانف بتوعها دول، بدخل اهو بصي يطلع من الناحيه الثانيه. اقرب لك تاني بصي، وما تخافيش انا بس عشان لوحدي اهي. بصي بس اهي هتدخلي من هنا كده اهي، بصي اهي يطلع من الناحيه. ليه بقى عملت الميه بملح؟ الميه بملح مطهر قوي جدا جدا. الميه بملح هتدبلي، مش احنا عندنا قاعده كده اول ما تحطي ملح على حاجه تدبلها؟ يعني عارفه لما كنت دبحه الديحه مثلا جدي ولا حاجه وتقومي لازم تجيبي ملح وتفرشي فيها، مش بتخليها تدبل كده وتقوم ناشفه خالص؟ نفس القصه بقى الملح، الميه بملح بتدبلها وبتخليها ايه تتطهر، واي بكتيريا اي ميكروبات اي جراثيم فيها هي عطست اهي، يعني معناها ان دخل في احشائها في انفها كده فتطهرها. الميه بملح بقى تدبل المكان، يعني تخليه ينشف بمعنى اصح ينشف. ماشي، هنعمل ايه بقى بعد كده؟ في ناس انا عن نفسي بعرف، يعني بجيب دواء مضاد حيوي انا عندي على طول ازازه الفلوموكس لو حصلت حاجه زي كده، اللي هو ايه المضاد الحيوي الشراب. اي شراب عندك، اي مضاد حيوي شراب، ما تكلفيش نفسك، بتاع العيال بتاع الجيران اللي هيرموه اي حاجه، هتاخدي بس نص سنتي بالسرنجه وتقومي حقنه مكان الحاجه. يا لو يا بط احقن بسن من جنب كده وتقومي حقنه بس، وبس كده زي الفل، وهنلاقيها زي الفل ومفيش اي حاجه. عايزه اقول لك دي الطريقه المظبوطه اللي تعمليها انت في بيتك، هتضغطي جامد وبعد كده هنحط الميه بملح مكان ما احنا ضغطنا وننظف المكان كويس، وبالسرنجه ونقوم مش ايه مشربينه. لو انت خايفه انها ما تشربش ميه بملح، الميه بملح هتعقم الحلق، ولو في اي مخاط اي حاجه دخل جوه يبقى بالصلاه على النبي كده ايه ضمنا السلامه باذن الله. ادي الموضوع كله امر بسيط، ولا تاخدي بطتك ولا توريها للجيران والناس تتفرج عليك وانت ماشيه بالبطايه وتروحي عند البطل. كل حاجه اعمليها في بيتك باذن الله، ربنا يديم عليكم السعاده والخير والصحه والعافيه. اسيبكم بقى في رعايه الله، اتمنى اوعوا تنسوني وتشتركوا في قناتي وتشجعوني، وعايزه لايكات كتير. اسيبكم في رعايه الله وامن والسلام، عليكم ورحمه الله وبركاته.